صباح الخير عن جديد. دائما في اهتمامات بحياتنا وفي اولويات كثيره، والكثير منا اكيد مفيد مثل حمايه الطفل واعداده، اعداد مجهز ليكون طفل واعي ويمكن منتقل من مرحله لمرحله اكثر علم ومعرفه بكافه الجوانب سواء النفسيه التربويه او حتى التعليميه، وليكون عم يعيش ببيئه مجهزه لاحتضانه على اختلاف المراحل اللي اكيد رح يمرق فيها. يعني رنا، الاهتمام بالطفل هو بمثابه بناء جيل ومستقبل يكون جاهز وقادر من خلاله هالطفل انه يكون ببر الامان، واكيد هذا الشيء بيتطلب معلم ناجح وعارف بهالامور ومتخصص بمجال الطفل النفسي لحتى يكون عم يبني جيل وطفل واثق من نفسه واكيد عم يطلع لمراتب اعلى. تفاصيل كثيره رح نحكي فيها بهالموضوع مع الدكتوره تغيد زوده، اختصاصيه بتربيه الطفل. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي دكتوره. يعني يمكن بالفتره الاخيره كثير تم التركيز على موضوع الاطفال، وخاصه بظل خلينا نقول الاحداث المتغيره، الكوارث، المشاكل يلي عم بتصير. بدايه عم نحكي كمجال تربيه الطفل، كيف لازم يتم التعامل مع الطفل بظل الكوارث او حتى لو كانت مشاكل عاديه، خلينا نقول التغييرات اللي بتطرأ على حياته. أول شيء صباح الخير. بالنسبة للمؤسسات التربوية، دور المعلم كتير فعال بتفريغ مخاوف الطفل يعني خلال المرحلة الآنية. نحن هلا بالنسبة لمعلماتي قاموا بدور كتير جبار، فورا حاولوا انه يدخلوا الفرح للطفل، حاولوا اول خطوة انه يعطوا اوراق للطفل ويقولوا له فرغ هاي الطاقة وارسم شو حاسس، شو حسيت بالمرحلة الماضية ارسم، وفعلا رسم الطفل وبعدين صار يعبر ويشرح لنا شو صار بهي الصورة. بعدين صار الطفل، اي طفل يحكي مع اي معلمة تحتويه وتحتضنه بمحبة. لنمر بهي الأزمة بسلام لابد من احتواء الطفل بمحبة، بدفى، تحسسيه بالأمان. كل أطفالنا الآن بحاجة للأمان لحتى يتجاوزوا هي المحنة. يعني دكتورة ذكرتيني بأيامات المدرسة، في أكيد عند كل حدا هيك أستاذ مدرسة بيتذكره، هو يمكن عنده ذكاء عاطفي أو عنده مهارات تواصل من دون ما أنه يفكر، بتحسي أنه كل الشعب بتحبه، كل الطلاب بتحبه. يعني شو هي خلينا نقول اليوم القوانين أو الإجراءات العامة يلي بتضمن حماية وأمن الطفل بالمدارس أو بالجامعات مثلا لما يكبر الإنسان مثلا وينتقل لمرحلة ثانية أو حتى بالمراحل الأولى من حياته يلي هي مرحلة التأسيس وهي مرحلة جدا جدا مهمة؟ هلا في عنا نحن بدنا نحكي عن جانبين هون، الجانب المادي يلي هو بناء المؤسسات التربوية، وهي تراعي الشروط، يعني هي دائما يعني معروف البناء يعني وفق أسس محددة تراعي شروط الأبنية وفق جودة جيدة. هي أول نقطة. النقطة الثانية اللي أنا ممكن أحكي عليها يعني أو أقدر أكون فعالة فيها أنا كمعلمة أو مديرة روضة أو كدكتورة جامعية، هي الخطط البديلة يلي ممكن نحن نساويها أو نوضعها بالمرحلة الآنية. يعني مثلا أنا منذ 3 سنوات بدأت بالعمل على خطة، هذه الخطة بتركز على 3 نقاط أساسية يجب الوقوف عندها بكل مؤسساتنا التربوية وخاصة في مراحل رياض الأطفال. ما هدف هذه الخطة؟ العمل على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الإسعافات الأولية عند طفل الروضة. معلمات الروضة عندهم نقص في هذا الجانب، ونحن بحاجة إلى تغطية هذا الجانب. يعني إذا جاني طفل معه صرع، أنا قادرة أتعامل معه أو ولا لا؟ أو بتربو مثلاً، هج بتربو كمان أيضاً. شو عندي كمان؟ طفل مثلاً تعرض لكسر ما، لجرح ما، كيف يتم التعامل معه؟ عندي ضعف في هذه النقطة يجب العمل عليها، وضعت برنامج تدريبي لتجاوز هذه النقطة. النقطة الثانية المهمة جداً جداً واللي أنا من 3 سنوات كمديرة روضة تابعة لوزارة التربية و13 سنة، فحسيت يعني الخبرات المتراكمة بتطالع منك شيء من أرض الواقع. نحن بحاجة إلى العمل على الدفاع المدني داخل المؤسسات التربوية. ماذا أقصد في هذه النقطة؟ تماماً. أقصد العمل على صنع لجان. هذه اللجان هي لجان إدارة الأزمة.
ماذا يقصد بها؟ يعني قصدك حريق بالمدرسة بصير أو زلزال؟ يعني زلازل إجت فجأة، بس أنا هذا العمل أقوم فيه منذ 3 سنوات، زلزال، عمل إرهابي، عمل تخريبي، أي سيول، حريق، أي شيء، يجب أن تكون هناك لجنة تدير هذه المؤسسة بشكل صحيح. من قائد هذه اللجنة؟ من يقوم بالإسعافات الأولية؟ السؤال الآخر أنه أنا مديرة روضة من 13 سنة وعندي 7 طفايات، ما عنا واحدة بتعرف تستخدم طفاية بكل المؤسسات. ممكن من زعوة بيجي حدا بينقذنا. فأيضا أدخلت من ضمن ضرورة القيام بجلسة تدريبية للتدريب على الطفايات، وقمت بهذه الجلسة فور الزلزال. قمنا بهذه الجلسة داخل المؤسسة التربوية. النقطة الثالثة اللي يجب الإضاءة عليها والوقوف عندها، وأنا بوجه منهم ومن هذا المنبر لكل الإعلاميين، يجب الوقوف عند هذه النقطة. لولا هذه الكارثة مؤخرا التي حدثت في هذا البلد فهي كانت من الأولويات، وهي التربية الجنسية عند طفل الروضة. ولا أقصد التربية الجنسية بمفهومها يلي نزل على السوشيال ميديا وغيره، لا، أقصد كيف أحمي جسدي، كيف أقول لا، مثلثي الآمن. وهذا المصطلح هذا حكي جدا مهم دكتورة. نعم. وكثير من العالم يعني بتخاف تطرحه أو بتخاف تفهمه أو بتخاف إنها تسمع فيه، ولكن هو من أهم الأمور نحن حماية الأطفال من التحرش أو الاستغلال الجنسي بعمر صغير، لأنه للأسف في نفوس مريضة دائما، وفي عالم بيستغل إنه الطفل ما عنده هاي المعلومات أو بيخاف يحكي لأهله. فأنا عن جد بتشكرك إنك عم تضوي على هذا الموضوع. هلا أنا صديقتي، أنا بس بدي أقول نقطة، ليس فقط التحرش، يعني الطفل الصغير مثلا، أنا عندي مثلا بالروضة صغار 3 سنين و4 سنين و5 سنين، نحن عنا ضعف بأنه أنت شو هي الحدود المسموحة لجسدك، شو هو اللمسة الآمنة. أنا هذه المصطلحات وضعتها منذ 3 سنوات وأنا أشتغل في هذا البرنامج التدريبي. حتى خصوصية هذا الطفل يمكن. نعم، من يمكن أن يشاهد جسده، من يجب أن لا يشاهده. مثلا المثلث الآمن، هذا أطلقت عليه هذا المصطلح في بحثي، وهو المثلث الآمن، وأقصد بأن الكتفين نزولا من الأمام والعكس من الخلف. هذا المثلث هو مثلث الأمان، يجب أن لا يلمس من قبل أي أحد سوى مقدم الرعاية أو الوالدة. مثلا اللمسة الآمنة أحيانا، عفوا نحن عم نشوف يعني مؤخرا يعني شوي الجيل، نحن فوجئنا بآخر حفلات صارت وبآخر مناسبات بسوية الجيل يلي هنن أولادنا، انه نحن ما كنا مفكرين انه هن تفكيرهم صار بهالطريقه، او انه هن واعيين لكل هي. نعم. الامور. طب هي هذا التطور، خلينا نقول يعني اليوم الجيل، نحن يمكن باعمارنا لسه عم نتفاجئ بالجيل الاصغر، انه هو انه نحن وقت كنا بعمره ما كنا بهذا الوعي، ما كنا نعرف كل هي الامور، ما كان عندنا كل هي الخبرات، ما كان عندنا كل هذا الانفتاح حتى بفكرنا او بعقلنا. كيف لازم الاهل، خلينا نقول بالتعاون مع المؤسسات التربويه اللي هي اكيد ايضا جزء كثير مهم بحياه الطفل او حتى الشاب، يكون في شغل مشترك بين هدول الجهتين لفعلا لتنشئه هذا الجيل بطريقه صحيحه. موضوع التربيه الجنسيه هو نحن دائما عنا بنقول هيك باوطاننا العربيه انه نحن هذا موضوع هو تابو، نحن ما بنقدر نحكي فيه. وللاسف نحن بالواقع نحن من اكثر البلاد اللي فيها حالات تحرش وحالات اغتصاب، وفينا نعد قد ما فينا نعد لقدام. قد ايه نحن فعلا لازم نضوي على هي الامور، زائد الشيء اللي كنت حضرتك عم تحكيه عن موضوع التعامل مع الازمات او الكوارث. كثير بنشوف بمدارس ببلاد ثانيه بيكون في تدريب للاطفال مع الكادر التدريسي مثلا، او حتى ببعض الشركات انه نحن بحال لا سمح الله صار حريق مبنى مثلا، تمام، كيف احنا لازم نخلي المبنى، كيف طبعاً. لازم كل صف يطلع مع مثلا المعلمه تبعه، الخطوط اللي لازم يمشوا فيها، هل بيستخدموا هذا الدرج او ما بيستخدموه. هي الامور قد ايه هلا بدنا وقت لحتى نقدر نتعامل معها بشكل على هيك، خلينا نقول على ارض الواقع. هلا نحن مهمتنا الاساسيه، نحن يعني مختلفين مثل ما حضرتك حكيتي، نحن تعرضنا ل 12 سنه تعرضنا لظروف خاصه الحقيقه واستثنائيه، يجب علينا التعامل معها كتربويين وكخبراء بطريقه يعني باكثر يعني باهتمام اكثر. كيف ذلك؟ الطفل يجب العمل على توعية الطفل، رفع ثقافة الوعي عند الطفل. صحيح. بالمجمل رفع ثقافة الوعي عند الطفل من كل الجوانب. يجب أن يتعلم الطفل كيف يحمي نفسه، مو بس جسده، كيف يحمي نفسه من الكارثة، بجوز يكون بالطريق، بجوز يكون حصل أي كارثة مثلا، أي شيء. يعني نحن شايفين نحن نتعرض مو بس لزلازل، يعني نحن
يعني أحداث كثير يعني من جميع. فمثلا هذا الطفل ما أنا موجود مع معلمة وما أنا موجود مع أم في خلال عودته من الروضة أو من المدرسة أو ذهابه إلى وتعرض لها. يجب أن نرفع ثقافة الوعي عند الطفل في طريقة حماية نفسه. هي نقطة. نقطة ثانية من ضمن البرنامج التدريبي، أنت انتبهي أنه من 3 سنوات وأنا أقوم على هذا العمل الذي نحن بحاجة له الآن، جلس إجباري، لازم يكون عندنا جلسات للإخلاء، لازم الطفل يتعلم ماذا يفعل إذا حدث أي طارئ، يبكي، يعيط، ما هو المطلوب منه. وبيعرف الطفل، بس تعلمين إحنا عندنا بالرياض الحقيقة عندنا كوادر رائعة ومشغول عليها بشكل كتير رائع وخبرات ممتازة، وتقوم على العمل على الطفل وتؤدي أداء وتبلي بلاء رائع. يعني أنا من الأشخاص المحتكين مع هذه الشريحة، والحقيقة أنا كتير يعني سعيدة بأدائهم. الحقيقة إذا وجهت هذه المعلمات بالطريقة الصحيحة عن طريق بعض الجلسات، إنه تحديداً يجب توجيه الطفل على النقطة التالية، مثلاً الإخلاء، أجرينا الإخلاء نحن وقام الأطفال بالإخلاء، طريقة الإخلاء، الهدوء، أصلاً مجرد الهدوء إنه هو عم يسمع وينفذ، الهدوء مع السرعة، هذه نقطة يعني أنت الطفل لازم يتعلمها بهذه اللحظات، ما يبكي، ما يعيط، ما يركض، يعني ممكن يؤدي يعني هذا بالتعلم. كيف يأتي هذا؟ كيف يمكن للطفل أن يهدأ في هذه في عند سماع صوت عالي أو حدث مرعب؟ المعلمة عندها تكون هادئة، تقوم بتعليم الطفل قبل على جلسات الإخلاء، وقمنا بها نحن في مؤسستنا التربوية، جلسات إخلاء وقبلوا بلاء رائع المعلمات مع الأطفال، هذه من الأساسيات، رفع سوية الوعي عند الطفل من جميع النواحي، من جميع أنه نحن موجودين ببلاد طبيعية، وإن كانت ظروف طبيعية أو غير طبيعية نتعرض لبعض الأزمات، يجب علينا التعامل مع هذه الأزمات صحيح مهما كانت طبيعية أو غير طبيعية. وأيضاً رفع ثقافة التربية الجنسية عند طفل الروضة. من طفل الروضة لازم نبلش، صحيح، يعني من طفل بالتعاون الروضة. أكيد مع الأهل لتوعية طبعاً الأطفال طبعاً الأهل الأمور. عفواً أنا عفواً حضرتك فردلي. طلبتي مني الأهل لا، الدور ليس منفصل أبداً طبعاً، موصول تماماً، تشاركية بين الأهل والرياض. لا يمكن أن ينجح عمل الأسرة بدون وجود مؤسسة تربوية ما بعد الأسرة ناجحة، عمل مشترك أكيد والعكس صحيح طبعاً، لأن عمل الأسرة ينعكس على المؤسسة صحيح. التربوية. تماماً، يعني دكتورة حكيتي بنقاط جداً مهمة، ونتمنى تتعمم هي التجربة على كل المدارس ودور رعاية الأطفال وحتى لعند الجامعيين. شكراً كثير لوجودك معنا. أهلا وسهلا دكتورة، شرفتينا. شكراً.